السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مادة اليوم هي اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي. مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي معلمة المادة صابرين جاسم. موضوعي لهذا اليوم ودرسنا لهذا اليوم هو من كتاب قواعد اللغة العربية، من كتاب قواعد اللغة العربية. أما موضوع درسنا لهذا اليوم هو المفرد والمثنى والجمع. شنو راح نشرح حبايبي؟ المفرد والمثنى والجمع، وكذلك حل التدريبات الخاصة بموضوع المفرد والمثنى والجمع. حل التدريبات الخاصة بموضوع المفرد والمثنى والجمع. هيا يا أحبائي نبدأ درسنا لهذا اليوم من قواعد اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي. سأعرض لكم أولا بعض من تدريبات وتمارين يخص موضوع المفرد والمثنى والجمع. هذا التدريب الرابع والتدريب الخامس والتدريب السادس والتدريب السابع. إذا قلنا قلم حبايبي، إذا قلنا قلم، هذا يعني قلم واحد. قلم هذا يعني قلم واحد، وهذا ما يدعى بالمفرد، وهذا ما يدعى بالمفرد. ما هو المفرد؟ هو ما دل على واحد أو واحدة، هو ما دل على واحد أو واحدة، مثل قلم، أي قلم واحد. قلم مثل قلم واحد، قلم يعني قلم واحد، هذا ما يدعى بالمفرد. وإذا قلنا قلمان، هذا يعني قلم زائد قلم، أي عدد اثنان، وهذا ما يدعى بالمثنى، وهذا ما يدعى بالمثنى. إذن المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين، هو ما دل على اثنين أو اثنتين. كلمة قلم بالمفرد ماذا أصبحت بالمثنى؟ قلمان. ماذا أصبحت بالمثنى؟ قلمان، أي اثنين، قلم زائد قلم عدد اثنان، فماذا تصبح؟ تصبح قلمان، تصبح قلمان. إذن المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين، هو ما دل على اثنين أو اثنتين. أما في حالة الجمع، أما في حالة الجمع، هنا حبايبي في حالة الجمع، قلم بالمفرد، قلمان بالمثنى، أقلام بالجمع، أقلام بالجمع. إذن الجمع هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، الجمع هو ما دل على أكثر من اثنتين. المثنى ما دل على اثنان أو اثنتين، أما بالجمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. الاسم المفرد، قاعدة الاسم المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة. الاسم المفرد يا حبايبي هو ما دل على واحد أو واحدة، هذا هو الاسم المفرد، مثل قلم، كتاب، ولد، بنت، ولد واحد، بنت واحدة. المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين، هو ما دل على اثنين أو اثنين أو اثنتين، مثل ولدان بنتان، مثل ولدان بنتان. هذه هي ولدان بالمثنى، بنتان أي ابنتين اثنين. أما من ناحية الجمع، الجمع هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين،
الجميع هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، مثل أولاد بنات، أولاد وبنات. يلا ماما، بالنسبة إلى تدريب رقم واحد، هذه هي مراجعة عن ما أخذناه في الصف. كتاب واحد، ماذا تصبح بالمثنى؟ كتابان. ممتاز، كتابان. والكتاب في حالة الجمع تصبح كتب. أحسنتم. كتاب مفرد، كتابان مثنى، كتب جمع، في حالة الجمع كتب. دجاجة، لدينا هنا دجاجة واحدة. دجاجة، ماذا تصبح بالمثنى؟ أحسنتم، دجاجتان. ممتاز، أحسنتم. هذه الدجاجة ماذا تصبح في الجمع؟ ممتاز، أحسنتم، دجاجات. دجاجة، دجاجتان، دجاجات، مفرد ومثنى وجمع. أما النقطة الثالثة هي قلم، ماذا تصبح بالمثنى؟ قلم واحد. المثنى قلمان. ممتاز، أحسنتم، قلمان في المثنى. وفي حالة الجمع قلم يصبح، يلحق، أحسنتم، ممتاز، تصبح أقلام. قلم، قلمان، أقلام. أما حبايبي النقطة الأخيرة من التدريب الأول، فلاح، فلاح واحد، ماذا تصبح بالمثنى فلاح؟ يصبح فلاحان. ممتاز، فلاحان، أي فلاحان اثنان. من ناحية الجمع فلاحون، فلاحون، فلاح، فلاحان، فلاحون. هذا حبايبي بالنسبة إلى تدريب رقم واحد المقسم إلى مفرد ومثنى وجمع، مفرد ومثنى وجمع. أما بالنسبة إلى التدريب الثاني، السؤال هو أكمل ما يلي بكتابة كلمة مناسبة. عندنا أولا حق الألف، الجملة هي الفلاح ذاهب إلى حقله. الفلاح ذاهب إلى حقله. الفلاح هو مفرد. أما النقطة الثانية في حالة المثنى، والنقطة الثالثة في حالة الجمع. في حالة المثنى الفلاح ماذا يصبح؟ ذاهبان إلى حقلهما. من هم؟ الفلاح يصبح في حالة المثنى وفي حالة الجمع. الفلاح في المثنى هي الفلاحان. الفلاحان ذاهبان إلى حقلهما. أما في حالة الجمع الفلاحون ذاهبوا إلى حقلهم. ذاهبون إلى حقلهم، الفلاحون ذاهبون إلى حقلهم. الفلاح مفرد، الفلاحان مثنى، الفلاحون جمع. الفلاح مفرد، فلاح واحد، فلاحان اثنان في حالة المثنى، فلاحون في حالة الجمع، في حالة الجمع. هذا بالنسبة إلى حق الألف. أما حبايبي الحلوين بالنسبة إلى حق الباء، لدينا هنا جمل في حالة المفرد وفي حالة المثنى وفي حالة الجمع. الجملة الأولى، الطبيب يعالج المرضى. الجملة الثانية في حالة المثنى، الطبيب في حالة المثنى ماذا يصبح؟ الطبيبان. ممتاز، الطبيبان يعالجان المرضى. الطبيبان يعالجان المرضى.
أما في حالة الجمع يعالجون المرضى، يعالجون المرضى. في حالة الجمع الطبيب تصبح كلمة ال، في حالة الجمع الطبيب الأطباء، ممتاز، الأطباء يعالجون المرضى، الأطباء يعالجون المرضى. انتبه ماما، الطبيب مفرد، الطبيبان مثنى، الأطباء جمع، طبيب واحد مفرد، طبيبان اثنان مثنى، الأطباء جمع أي ما دل على أكثر من اثنين، أي ما دل على أكثر من اثنين. أما حقل جيم، أما حقل جيم، لدينا أيضا مفرد ومثنى وجمع. في حالة المفرد تكون الجملة كالآتي: البنت تغزل الصوف، البنت تغزل الصوف. البنت في حالة المثنى ماذا تصبح؟ والبنت في حالة الجمع ماذا تصبح؟ البنت في حالة المثنى تصبح البنتان تغزلان الصوف. أما في حالة الجمع، أما في حالة الجمع، البنت واحدة، بنتان اثنان في حالة المثنى، في حالة المثنى البنت تصبح البنتان تغزلان الصوف. أما في حالة الجمع تصبح البنات يغزلن الصوف، البنات يغزلن الصوف. في حالة المفرد بنت، في حالة المثنى بنتان، وفي حالة الجمع بنات. أما الجملة الرابعة اللي هي حبايبي الجملة الأخيرة من التدريب الثاني: الجندية يدافع عن الوطن، الجندية يدافع عن الوطن، الجندي يدافع عن الوطن. الجندي مفرد، ماذا يصبح الجندي في حالة المثنى؟ وماذا يصبح الجندي في حالة الجمع؟ الجندي واحد مفرد. أما في حالة المثنى فماذا يصبح؟ يدافعان عن الوطن. من هم؟ من هم؟ الجندي واحد. بالنسبة للمثنى يصبح الجنديان يدافعان عن الوطن، أي اثنان جنديان. أما في حالة الجمع يدافعون عن الوطن، يدافعون بحالة الجمع. من هم؟ الجنود. الجندي يصبح في حالة الجمع الجنود يدافعون عن الوطن. الجندي في حالة المفرد جندي واحد، الجنديان اثنان أي مثنى، الجنود جمع، الجنود جمع. هذا كل ما يخص في تدريب رقم اثنان. أما التدريب الثالث، أما التدريب الثالث، نقرأ السؤال أولا. هذا هو السؤال: صنف الأسماء التالية بحسب الجدول. صنف الأسماء التالية، نعطيني عدة أسماء. هذه هي أسماء اللي ما بين الأقواس، هذا القوس وهذا القوس، بحسب الجدول. اللي مطلوب من عندي حبايبي انه نعمل جدول، جدول للمفرد، جدول للمثنى، وجدول للجمع. ننتبه على السؤال ماما، لان فهم السؤال نصف الاجابة. صنف الاسماء التالية، هذه اسماء، نصنف هذه الاسماء الى مفرد او مثنى او جمع، او مثنى او جمع.
في حالة الإجابة تكون على شكل جدول. التدريب الثالث يكون على شكل جدول. هذا هو الجدول حبايبي، يخص المفرد والمثنى والجمع. كتاب، كتاب مفرد. قلم مفرد. صقر مفرد. نذكر قاعدة المفرد، المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة. كتاب واحد، إذن الكتاب مفرد. قلم واحد، إذن قلم هو مفرد. صقر، فرات، ولد، عامل، عامل من ضمن المفرد. عالم من ضمن المفرد. أما من صنف المثنى وصنف الجمع، المثنى والجمع، هنا حقل المفرد. أما حقل المثنى، أما حقل المثنى، المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين، هو ما دل على اثنين أو اثنتين. مجتهدان، مجتهدان، أي اثنان مجتهدان، اثنان مجتهدان. طيارتان، أي طيارتان اثنان، طيارتين اثنين. حمامتان، حمامتان، أي حمامات اثنان. رافدان، رافدان. دفتران، إطاران، إطاران. المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين. مجتهدان، طيارتان، حمامتان، رافدان، دفتران، إطاران، إطاران. نلاحظ في المثنى، نلاحظ حبايبي في المثنى انه يكتفي في اثنين فقط. اما في حالة الجمع الى اكثر من اثنين، الى اكثر من اثنين، مثلا مجلات، مجلة، مجلتان، مجلات. اذا مجلات دلت على أكثر من اثنين أو اثنتين، مجلات. أمهات، أمهات، دلت على أكثر من اثنين، أمهات. عجلة، عجلتان، عجلات، عجلات جمع. لماذا؟ لأنها دلت على أكثر من اثنين أو اثنتين. زائرات، زائرات، دلت على أكثر من اثنتين، إذن هي جمع. أولاد، أولاد، أولاد هي أكثر من اثنين أو اثنتين، اللي أكثر من اثنين أو اثنتين من ضمن الجمع، من ضمن الجمع. صنفنا المفرد والمثنى والجمع. هذا كل ما يخص التدريب الثالث، التدريب الثالث. أما حبايبي الحلوين، التدريب الرابع، التدريب الرابع. أكمل الجمل التالية على وفق المثال. نعطيني مثال، الفلاح يغرس الشجرة. الفلاح مفرد، هنا الفلاحان مثنى والفلاحون في حالة الجمع. إذن لدينا جملة في حالة المفرد، ولدينا جملة في حالة المثنى، وجملة في حالة الجمع. جملة المفرد، الفلاح يغرس الشجرة، هذه الجملة في حالة المفرد. أما هذه الجملة في حالة المثنى تصبح الفلاحان يغرسان الشجرة.
الفلاحان يغرسان الشجرة. أما في حالة الجمع، الفلاحون يغرسون الشجرة، الفلاحون يغرسون الشجرة. المهندس ينجز المشروع، المهندس ينجز المشروع. في حالة المثنى تصبح المهندسان ينجزان المشروع، هذه هي في حالة المثنى. أما في حالة الجمع، المهندسون في حالة الجمع التي تدل على أكثر من اثنين، المهندسون ينجزون المشروع، ينجزون في حالة الجمع، مهندسون في حالة الجمع، المهندس، المهندسان، المهندسون، ينجز، ينجزان، ينجزون في حالة المفرد والمثنى والجمع. أما جيم، المجتهدة تكتب الواجبة، فماذا تصبح في حالة المثنى؟ هذه مفرد. في حالة المثنى تصبح المجتهدتان تكتبان الواجب، أي ما دل على اثنان، أي ما دل على اثنان. المجتهدات يكتبن الواجب، يكتبن الواجب في حالة الجمع، جمع مؤنث سالم. المجتهدات يكتبن الواجب، هذا دل على جمع مؤنث سالم. المجتهدة مفرد، المجتهدتان مثنى، المجتهدات جمع، تكتب مفرد، تكتبان مثنى، يكتبن جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. التدريب الرابع أنجزناه، والآن على التدريب الخامس. التدريب الخامس حبايبي، نقرأ السؤال: اختر المفردة المناسبة مما بين القوسين لإكمال الجملة التالية. لدينا جمل نختار من بين الأقواس لتكتمل هذه الجملة: التفاحتان. لدينا بين الأقواس لذيذة، لذيذتان، لذيذات. التفاحتان، التفاحتان مفرد أم مثنى أم جمع؟ لذيذة في حالة المفرد، لذيذتان في حالة المثنى، ولذيذات في حالة الجمع. يلا حبايب، التفاحتان هل هي مفرد أم مثنى أم جمع؟ التفاحتان، أحسنتم، التفاحتان مثنى، إذن لذيذتان. إذن الإجابة نختار التي في حالة المثنى، التفاحتان لذيذتان، التفاحتان لذيذتان. أما النقطة الثانية، التلميذات، التلميذات في حالة، التلميذات في حالة مفرد أم مثنى أم جمع؟ تلميذة، تلميذتان، تلميذات، إذن تلميذات في حالة الجمع. هل نختار مؤدبة أو مؤدبتان أو مؤدبات في حالة المفرد أم المثنى أم الجمع؟ ولدينا هنا في حالة الجمع التلميذات، التلميذات مؤدبة أو التلميذات مؤدبتان أو التلميذات مؤدبات؟ ماذا نختار يا حلوي؟ مؤدبات، ممتاز. أما النقطة الثالثة هي الشارع طويلان أو الشارع طويل؟ الشارع طويلان أو الشارع طويل؟ الشارع مفرد يدل على واحد، طويلان مثنى،
وطويل مفرد. إذن ماذا نختار؟ هل الشارع طويلان أو الشارع طويل؟ أحسنتم، الشارع طويل، الشارع طويل. السائقون في حالة الجمع، السائقون، السائقون متدربات، أو السائقون متدرب، أو السائقون متدربون، السائقون متدربات، جمع مؤنث سالم، متدرب مثنى، وهنا لدينا جمع مذكر سالم، السائقون متدربون، جمع مذكر سالم وجمع مذكر سالم، السائقون متدربون، السائقون متدربون. النافذتان، النافذتان، النافذتان مفرد أم مثنى أم جمع؟ النافذتان، النافذتان مفتوحة أو النافذتان مفتوحات أو النافذتان مفتوحتان؟ في حالة مفرد أم جمع أم مثنى؟ النافذتان مثنى، إذن نختار النافذتان مفتوحتان، النافذتان مفتوحتان. الشجرتان في حالة المثنى، نختار الشجرتان مثمرة أو الشجرتان مثمرتان أو الشجرتان مثمرات؟ الشجرتان في حالة المثنى، الشجرتان في حالة المثنى، ماذا نختار؟ مثمرتان، ممتاز، أحسنتم، فتصبح الشجرتان مثمرتان في حالة المثنى، في حالة المثنى. أما حبايبي ما يخص التدريب السادس، أكملنا التدريب الخامس والآن نأتي على التدريب السادس. التدريب السادس يا أحبائي يحال في المدرسة، يحل في المدرسة، وهذا هو ما تمت الإجابة عليه في الصف. التدريب السادس تمت إجابة عليه في الصف بالنسبة إلى التدريب السادس الذي نعد بطاقات في المدرسة. تمت الإجابة على التدريب السادس في الصف. أما بالنسبة حبايبي إلى التدريب السابع، التدريب السابع منطوق السؤال اقرأ ثم أكمل، اقرأ ثم أكمل من ناحية المفرد والمثنى والجمع. لدينا بعض من الأمثلة، ولد بالمفرد، ولدان في المثنى، وفي حالة الجمع تصبح أولاد، في حالة المفرد ولد، وفي حالة المثنى ولدان، وفي حالة الجمع أولاد. كلمة شجرة ماذا تصبح في المثنى؟ شجرتان، وفي حالة الجمع تصبح أشجار. إذن لدينا حقل للمفرد والمثنى والجمع. تلميذ ماذا يصبح في المثنى؟ ماذا يصبح تلميذ في المثنى وفي حالة الجمع أصبح التلاميذ؟ تلميذ، تلميذان، أحسنتم، تلميذ، تلميذان، تلاميذ، ممتاز. قدم، قدم واحدة، إذن مفرد، وفي حالة المثنى عفوا ماذا تصبح كلمة قدم في حالة المثنى؟
التي حصلت في حالة الجمع على كلمة أقدام. أقدام المفرد قدم، والمثنى الذي يدل على اثنين ماذا يصبح؟ قدم، قدم آن قدمان، قدمان، ولدينا أقدام. تلميذته ماذا تصبح بالمثنى؟ تلميذتان، وفي حالة الجمع تلميذات. تلميذات، تلميذته، تلميذة واحدة، وفي حالة المثنى التي تدل على اثنين تلميذتان، تلميذتان، وفي حالة الجمع تلميذات، أي جمع مؤنث سالم. أما الجملة، ورقة، ورقة واحدة، أصبحت في المثنى ورقتان، ماذا تصبح ورقة في الجمع؟ ورقة، ورقتان، أوراق، ممتاز، أوراق في حالة الجمع. نهر، نهران، أنهار، مفرد، مثنى، جمع، نهر، نهران، أنهار. غصن، غصنان، أغصان، ممتاز، أحسنتم. عصفوران في حالة المثنى، عصافير في حالة الجمع، ماذا تصبح كلمة عصفوران وعصافير في حالة المفرد التي تدل على واحد فقط؟ عصفوران اثنان، عصافير جمع، في حالة المفرد يصبح عصفور، عصفور الذي يدل على واحد، عصفور، عصفوران، عصافير، مفرد، مثنى، جمع. علمان، أعلام، علمان، أعلام، علمان بالمفرد، وفي الجمع أعلام، وفي الجمع أعلام، ماذا تصبح كلمة علمان وأعلام للمفرد التي تدل على واحد أو واحدة؟ علمان، أعلام، علم واحد، شنو تصير؟ عفي حبايبي، علم، تدل على المفرد، علم، علمان، أعلام. زهرتان، أزهار، زهرتان بالمفرد، عفوا، تدل على زهرة واحدة، ثم أصبحت بالمثنى زهرتان اثنان، وفي حالة الجمع أصبحت أزهار، وفي حالة الجمع أصبحت أزهار. قلم بالمفرد من ناحية المثنى، ماذا تصبح كلمة قلم في ناحية المثنى التي تدل على شيئين؟ من ناحية الجمع أقلام، من ناحية الجمع أقلام، المفرد التي تدل على شيئين، قلم، قلمان، قلم، قلمان، أقلام، قلم، قلمان، أقلام، ممتاز. سفينة، مفرد، سفينتان، سفن في حالة الجمع، سفينة، سفينتان، سفن. صفحتان، صفحات، صفحتان اثنان، صفحات عدة صفحات، وفي حالة المفرد التي تدل على واحد أو واحدة تصبح الصفحتان والصفحات صفحة واحدة، ممتاز، صفحة، صفحتان، صفحات. حمامتان في المثنى، ماذا تصبح في المفرد؟ حمامة واحدة، وفي الجمع حمامات. صياد، صيادان، صيادون في حالة الجمع. وآخرا مسافر، مسافران، مسافرون. وآخرا مؤمنان، مؤمنون،
أما من ناحية المفرد مؤمنان اثنان، مؤمنون جمع. من ناحية المفرد شخص واحد، كلمة مؤمنان تصبح للمفرد مؤمن، تصبح مؤمن. إلى هنا حبايبي ينتهي درسنا لهذا اليوم. درسنا لهذا اليوم يخص موضوع قواعد اللغة العربية، المفرد والمثنى والجمع وحل التدريبات، وحل التدريبات. ألتقيكم إن شاء الله حبايبي في الدرس القادم. مع السلامة.